برحب بيكم كل مشاهدينا الكرام، ومره تانية بقول لكم اهلا وسهلا بيكم. زي ما قلت لكم قبل ما نطلع الفاصل، احنا هنتكلم عن العلاقات المصريه الاماراتيه واوجه التشابه والتطابق. يعني لما يكون دولتين شقيقتين، يعني معناهم هم اشقاء في العروبه، اشقاء ايضا كمان في وحده الدم في المنطقه العربيه، في الدور الرائد اللي بيأدوه. ده معنى كلمه شقيقه. لكن لو نيجي نتكلم على دوله اخرى في نطاق اوروبي او بعيده عن المنطقه العربيه، بنقول عليها دوله صديقه. ويمكن الكلام ده كتير قوي، ناس كتير قوي بيقدروا يميزوا ما بين الكلمتين دول في عمليه الاشاره. لكن لما نيجي نتكلم عن الامارات، هي دوله شقيقه وعزيزه وصديقه وكل ما هو له علاقة بالترابط والتلاحم يجوز ان احنا نقولها في وصف العلاقة ما بين مصر والامارات. اطر كثيرة جدا ما بين الدولتين، واليات عمل بانتظارهم في الفترات المقبلة ان شاء الله. ويمكن ده اللي هيكون مسار حوارنا النهاردة مع ضيفنا الكريم دكتور إمام غريب، الباحث السياسي وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. برحب بحضرتك يا دكتور، اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم، دائما ما اتشرف ان اكون معك. الله يخليك، احنا الشرف لينا يا فندم والله. ويمكن موضوعنا النهارده هنتكلم عن هذه الدوله الشقيقه اللي بتربطها علاقات، يعني علاقات محبه ونسيج رائع ما بين يعني الحكام بينهم وبين بعض، وبين الشعوب ايضا كمان، وتاريخيا كمان في يعني في امتداد ثقافي وامتداد يعني رائع ما بين الدولتين. فلو اتكلمنا عن الزيارات، يعني لو بدأنا كده قلنا ما بين يعني سيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد في الفترة الأخيرة دي، لو جينا رصدنا يمكن الخبر عندنا راصد هو بالفعل. لا. وقايلين إن 23 زيارة متبادلة بين سيارة الرئيس المصري. لا. وأيضا الشيخ محمد بن زايد من عام 2014 وحتى الآن. ده ممكن نقول عليه بداية قول للإشارة لمدى متانة العلاقات. إحنا ممكن هنا حتى توصيفا لهذا الأمر، يعني ممكن نبدأ إزاي؟ نعم، يعني هو بالفعل يعني تمثلان مصر والإمارات العربية المتحدة يعني من أكبر الدول الموجودة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. دعيني نذكر، طالما تحدثنا عن أن هناك سمت معادلة من ثلاثة أطراف لنهضة العالم العربي وإيجاد ما يمكن أن نصطلح على تسميته بالسوق العربية المشتركة على نسق السوق الأوروبية المشتركة، حدد البعض ثلاث مراكز لهذه السوق كي توجد وكي تستمر ولنهضة الأمة العربية اقتصاديا، من خلال الأيدي العاملة في مصر، من خلال رؤوس الأموال في الخليج. وعندما نتحدث عن الخليج نحن نركز على دولتين بالفعل، هي المملكة العربية السعودية والإمارات، الاثنين على نسق واحد. ربما الإمارات أيضا يعني خاصة أن مساحة الإمارات مساحة محدودة لا تتعدى 100,000 كيلومتر مربع، وعلى الرغم من ذلك فهي دولة اقتصادية واعدة استطاعت منذ التأسيس إلى اليوم، نحن نتحدث بالمناسبة الآن قرابة يعني تحديدا 49 عاما من التأسيس إلى الآن. التأسيس بالمناسبة عندما جاء الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي إلى مصر، كان العالم العربي والإسلامي يحتفل بالعام 49 لتأسيس الإمارات، وأسست الإمارات في 2 ديسمبر 1971 على يد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وبالتالي يعني الإمارات لها وضع خاص، أنها دولة اقتصادية، أصبحت دولة اقتصادية واعدة، خاصة عندما نعلم أنها يعني البعض يشير إلى أن دول الخليج تعتمد على النفط فقط ك يعني دخل رئيسي أو مورد رئيسي للدخل. تخطت الإمارات هذه المسألة وأصبح هناك يعني العديد من موارد للدخل، موارد صناعية، موارد تجارية. نحن نجد منطقة جبل علي، نجد دبي بالمناسبة أصبحت أهم مركز مالي وتجاري في الشرق الأوسط الآن. وبالتالي لابد من إيجاد نوع من التنسيق بين هاتين القوتين الكبيرتين في العالمين العربي والإسلامي، وهي الإمارات ومصر. لذا كما ذكرت كان هناك العديد من اللقاءات ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي ومسؤولين آخرين. هذه الدلالة وهذا الرقم كما ذكرت من خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح
فتح السيسي إلى الآن قرابة 6 أعوام مثلت العديد من اللقاءات. أعتقد يعني هذا العدد دلالة على أهمية هذه الدولة وما تقوم به لمصر من خلال التعاون ومن خلال المشروعات الاقتصادية التي ربما نتحدث عنها في البرنامج بالتفصيل. نعم، احنا طبعا هنتكلم عن التعاون الاقتصادي واستثمار هذه العلاقات وهذا النسيج من الود والمحبة بين الدولتين، لكن يعني قبل ما نتكلم عن ده هنتكلم يعني هو إطار يعني هذا الترابط هو إطار ايه يعني، او هو في شكل ايه يا فندم؟ يعني هناك من يشير الى ان هناك تطابق في وجهات النظر ما بين الدولتين، الرؤى والمآخذ والقضايا الدولية اللي بترفضها مصر هي نفسها اللي بتنتهج فيها نفس هذا المنهج دولة الإمارات. فلو جينا اتكلمنا عن احنا بنقول يعني في ترابط وفي محبة وفي كذا وفي تفاهم، لكن الأطر بقى المختلفة لو فندناها بشكل أكثر تفصيل. نعم، يعني نعلم المخاطر التي تحيط بالأمة العربية الآن، يعني خاصة تلك التي تأتي من الناحية الشرقية للوطن العربي، ونتحدث تحديدا عن أهم للأسف الشديد يعني على الرغم من أنهما دولتين إسلاميتين إلا أنهما يمثلان يعني خطرا على الوطن العربي وخاصة من الجهة الشرقية من خلال الخليج العربي، والذي للأسف حاولت دولة إيران التي تهدد هذا الخليج بقى حاولت أن تسميها الخليج الفارسي، وبالتالي هي تحاول أن تفرض التشيع في بلدان الخليج وأعتقد من بينها الإمارات، وبالتالي تقف الإمارات حائلا أمام هذا الرفض أو أمام ما تقوم به جمهورية إيران في محاولة لفرض التشيع في المنطقة وفرض سيطرتها من خلال أيضا ما يحدث في الأزمة اليمنية ومحاولة مساندة الحوثيين. وأعتقد أن هذه بالمناسبة كانت واحدة من أهم النقاط التي تم التباحث فيها ما بين الشيخ محمد بن راشد وما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول قضايا سياسية هامة، الملف اليمني، الأزمة في سوريا، الوضع في ليبيا أيضا، يعني القضية الأم للعالمين العربي والإسلامي وهي قضية فلسطين وما تتمخض وما يحدث لها من تغيرات في الفترة الحالية خاصة مع تغير النظام في الولايات المتحدة الأمريكية وسقوط ترامب وظهور وافد جديد وهو جو بايدن. أعتقد أن هاتين الدولتين بثقليهما مصر والإمارات كانت كل هذه الموضوعات كان لها يعني المزيد من التباحث في هذه الفترة الحساسة التي يعني نعلم مدى قوة الوضع الأمريكي والإدارة الأمريكية في شؤون الشرق الأوسط، وبالتالي أعتقد أن التوقيت كان هاما أنه جاء متزامنا مع تغيير الإدارة الأمريكية. الآن نحن على بعد أيام قليلة يعني نتحدث تحديدا يعني أصبح مؤكدا أن جو بايدن الديمقراطي هو الرئيس القادم، وهناك العديد يعني هناك العديد يتوجس من هذه الإدارة. نعم. خاصة كما نعلم أن إدارة الديمقراط منذ قرابة 10 سنوات أو 9 سنوات تحديدا في من خلال ثورات ما سمي بالربيع العربي كانت على يد باراك أوباما الديمقراطي، فهناك توجس من أن يأتي هذه الديمقراط هذه المرة بأجندة إلى حد ما كتلك التي حدثت في من خلال ثورات الربيع العربي. ظهور أيضا كمان الرئيس السابق يعني باراك أوباما كمنظما للحملات الانتخابية لجو بايدن، ده برضو يعني يعطي هذه الإشارة يعني. بالضبط. ولكن يعني دعيني يعني نزيل هذا التوجس أو هذا الخوف لدى البعض لأن بأن نقول أن الوضع تغير الآن. بمعنى يعني نحن نتحدث عندما كانت إدارة أوباما موجود كان هناك نظاما مصريا، نظام مبارك السابق، هذا النظام كان قد شاخ، نظام استمر عليه قرابة 30 عاما وكان هناك العديد من السلبيات في هذا النظام. الوضع الآن مختلف، الآن دولة فتية لها قائد استطاع أن يضع أسس ثابتة لنمو هذه الدولة ووضع أسس لتقدمها من خلال ما حدث من يعني وضع أسس للإنفراستراكشر أو البنية الأساسية التي وضعت في مصر، وأصبحت الآن بالمناسبة
مهيئة لاستقبال العديد من الاستثمارات، ويعني ربما أيضا نتحدث تفصيلا عن المشروعات الإماراتية التي أقيمت في مصر خلال الست سنوات من خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. نقدر نقيم المشروعات دي بإيه بقى دكتور إمام؟ يعني هل هي بالحجم، يعني حجمها قد إيه، إنجازها، المناحي اللي كانت بتطلق فيها هذه المشروعات، يعني هل هي في عمليات طور البناء أو في الإنتاج أو ما إلى ذلك يعني؟ نعم، يعني أولا يعني كما وكيفا بالمناسبة، بمعنى أن الإمارات تستثمر الآن قرابة 7 مليارات دولارات في مصر، وبالتالي هي البعض يصنفها هي الشريك الأول لمصر تجاريا، يعني عربيا ودوليا، حجم استثمارات كبيرة. لا تتركز بالمناسبة الاستثمارات في قطاع بعينه، دعينا نؤكد أن العديد من الاستثمارات العربية تأتي في مصر منذ فترة طويلة في مجال الاستثمار العقاري، كون هذا المجال هناك يعني نسبة الأرباح فيه عالية، إلا أن الإمارات تشعب المجالات الاستثمار في مصر في العديد من القطاعات، ليس فقط استثمار عقاري، وإنما نحن نتحدث عن مصنع للسكر، سوف يكون أكبر مصانع السكر بالمناسبة في منطقة الشرق الأوسط، يأتي برؤوس أموال إماراتية. نحن نتحدث عن زراعة، هم يدخلون في مجالات الزراعات مثل القمح لإحداث التكافؤ أو الاكتفاء الذاتي لمصر، وبالتالي تصدير لعدد من البلدان، هناك العديد من المصانع. إذن هناك يعني العديد من المجالات التي تستثمر بها الإمارات في مصر. البعض يتحدث عن في الست سنوات الأخيرة كان هناك تحديدا 1230 مشروعا أقيم من الإمارات العربية المتحدة في مصر، وبالتالي الأنشطة تتنوع في مجالات عديدة. تنويع الاستثمارات يعني هذه شأن إيجابي. نلاحظ بالمناسبة أن الإمارات عندما تقوم بنوع من المساعدة لمصر، تحاول أن تقوم بالمساعدة من خلال مشروعات، يعني كما يقال المثل المشهور، بدلا من أن تعطيني سمكة علمني كيف أصطاد. فهناك يعني مجالات للتعاون المصري الإماراتي. الإمارات تقوم بالعديد من المشروعات، هي تعي جيدا أو يعني تعي جيدا ما يحدث في المجتمع المصري، وتعرف أوجه النقاط وأوجه الضعف، وبالتالي هي تحاول أن تستثمر بالمناسبة في مناطق الصعيد، هذه المناطق التي هي بالفعل في حاجة إلى مشروعات من أجل تنمية هذا الصعيد، الذي إذا حدث ما حدث له التنمية نحن نقضي على العديد من الأزمات. لن يكون هناك إرهابا، لن يكون هناك في ظل وجود هذه المشروعات. الإمارات تسير بخطى حسيسة نحو تنمية هذه المشروعات في جوانب عدة، ولا تقتصر على مجال بعيني. نعم، يعني الحقيقة الراحل العظيم الشيخ زايد، وزي احنا ما بنطلق عليه في مصر زايد الخير، كان له إسهامات كثيرة جدا في مشروعات ضخمة، عمليات البناء وما إلى ذلك، ويمكن كلنا جميعا كمصريين بنحبه يعني يمكن بطريقة كبيرة جدا. هناك كان في كم هائل من المشروعات في هذه الفترة، لو عملنا مقارنة ما بين يعني هذا الحجم من المشروعات لهذه الشخصية المقربة جدا لقلوبنا جميعا كمصريين، وزي ما حضرتك قلت في خلال الست سنوات الفائتة هناك أيضا يعني سيل ضخم من المشروعات الإماراتية في مصر، لو قارنا نقدر نقول إيه بقى؟ مؤخرا يعني أنا سأعطي لك نموذجا أو مثالا مهم جدا، دلالة على عظمة هذا الشخص وكم وما قدمه لمصر منذ هو. نعلم أن الشيخ زايد بن سلطان هو المؤسس لدولة الإمارات، وقبل التأسيس في 2 من ديسمبر 1971 كان بالمناسبة وليا لعهد أبو ظبي كما يحدث الآن للشيخ محمد بن زايد. تم الإفراج مؤخرا عن وثيقة، وبالمناسبة كان الشيخ زايد لم يكن يريد أن يتم الإعلان عن ذلك، وهو يعني بالمصطلح الإسلامي نقول أن هذا نوع من الإيثار، هو لا يريد أن لا يعرف الناس ما يقوم به بخير. قبل وفاة عبد الناصر نعلم أنه توفي في 28 سبتمبر 1970، أي قبل قيام دولة الإمارات. كان هناك لقاء هاما
ما بين الرئيس المصري جمال عبد الناصر وما بين الرئيس معمر القذافي، وتم الكشف في هذه الفترة عن أن الشيخ زايد يقدم مساعدة لمصر، خاصة أننا كنا يعني لتونا خارجون من الحرب 67. وتم تقديم مساعدة في ذلك الوقت ما قيمته 17 مليون دولار، على الرغم من أن الشيخ زايد في هذا الوقت ولم تكن تؤسس الإمارات حتى ذلك الحين، كانت تحت الاستعمار البريطاني، وكان هناك توجسا من أن يؤثر ذلك على علاقتها أو يزيد الضغط على من جانب بريطانيا ومن جانب إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك أصر الشيخ زايد المؤسس أن يعطي لمصر في ذلك الوقت 17 مليون دولار. هذا المبلغ من المناسبة إذا ما ترجمناه إلى الآن كان في الوقت هذا الوقت 17 مليون، أي كان برميل النفط كان قرابة دولار واحد فقط، وقيل 17 مليون تمثل قرابة 600 ألف برميل، يعني بطريقة حسابية. نعم. إذا ما ترجم هذا المبلغ الآن هو يصل إلى 600 مليون دولار، أي قرابة 6 مليارات جنيه مصري. وبالتالي كان مبلغا كبيرا قدمه الشيخ زايد المؤسس عن طيب خاطر. وبالمناسبة ظهرت هذه الوثيقة من خلال الوثائق التي أفرج قامت بها الدكتورة هدى عبد الناصر نجلة الرئيس جمال عبد الناصر بالإفراج على العديد من الوثائق التي لم تنشر وسوف تنشر. وكلما نشرت هذه الوثائق نرى دورا إيجابيا للعديد من القادة العرب، خاصة الشيخ زايد. الشيخ زايد لم يكن المؤسس فقط في هذا الموقف، وإنما كان بالمناسبة له دور كبير في قضية النفط، تلك القضية الهامة التي من وجهة نظري أعتقد أنها المرة الوحيدة التي استطاع أن تتوحد فيها الأمة والقادة العرب على قرار واحد، وهو استخدام سلاح النفط من أجل مقاطعة الدول التي تساند إسرائيل في حرب 73، وكان لها دور كبير. كنا نتحدث عن 70 أن برميل النفط الواحد دولارا واحدا بعد ما حدث من استخدام سلاح النفط من خلال الشيخ زايد ومن خلال الراحل الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية، قفز برميل النفط وصل إلى قرابة 40 دولارا للبرميل. نحن نتحدث الآن عن قرابة 50 عاما على حرب أكتوبر، والبرميل ربما كان يهوي إلى أقل من ذلك، وصل 20 أو 30. فبالتالي هذا ساعد في نهضة خاصة البلدان العربية وبلدان الخليج. وكما ذكرنا استثمرت الإمارات هذا التدفق المالي، الهبة التي وهبها الله بها، ليس فقط في مشروعات النفط وإنما في مشروعات عدة. وجزئية مهمة جدا لابد من تداركها والتركيز عليها، أن النهضة التي حدثت في الإمارات قامت على سواعد المصريين. هؤلاء المصريين الذين جاءوا من مصر ولا زالوا إلى الآن. نحن نتحدث عن أن الإمارات النسبة عدد السكان في الإمارات هي 10 ملايين فقط من السكان. نعم. ولكن هناك نسبة كبيرة، هناك عدد كبير، وتأتي بالمناسبة ودائما ما يكون هناك تركيز من القادة العرب خاصة في الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت، أن يكون النصيب الأوفر للعمالة الموجودة في هذه البلدان يكون للمصري. نعم تمام. طب دكتور إمام، الآن انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى منتدى شرق المتوسط كمراقب، وهذا إجراء مهم جدا، ويمكن النهاردة تم إعلانه بالفعل في كل الأخبار الرسمية والعالمية. مدى استفادة مصر من هذا الموقع الإماراتي الجديد؟ وقبل بقى ما نعرف مدى استفادتنا، هو إيه إن الإمارات حتنضم لمنتدى شرق المتوسط كمراقب؟ ما معنى هذه الجملة؟ نعم، المنتدى شرق المتوسط أساسا موجود من أجل وقف العدوان ووقف الاعتداءات التركية على الأراضي وعلى الثروات العربية. طالما ذكرنا أن تركيا لها أطماع في البلدان العربية، تركيا تأتي إلى ليبيا كما ذكرنا، وليس هناك تخوما أو حدودا ما بين تركيا وليبيا، ولكن طمعا في الثروات الليبية. أيضا نفس ما يحدث بالنسبة لسوريا، وبالتالي
منطقة شرق المتوسط هي منطقة غنية بالبترول والغاز والغاز تحديدا، وبالتالي تسعى تركيا جاهدة لأن تسيطر على الغاز الموجود في هذه المنطقة. وبالمناسبة منذ أيام قليلة يعني في الخميس والجمعة الماضيين كان هناك مؤتمرا هاما وهو القمة الأوروبية تلك التي عقدت في قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل، وكان واحدا من أهم الأهداف الموجودة لهذه القمة هي فرض عقوبات على تركيا أيضا لهذه المنطقة، منطقة لمحاولة وقف الأطماع والتهديدات التركية في يعني كبح جماعها بشكل بالزبط. واضح جدا وملزم جدا. وبالتالي عندما يكون هناك دولة هامة مثل الإمارات العربية المتحدة أن تكون مراقبا، هذا يؤكد أو يزيد العزلة تلك المفروضة على تركيا من المجتمع الدولي. تركيا كما ذكرنا تحاول الدخول في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي يلفظها، هي حاولت الاستعادة عن ذلك بأن تجد أو يكون لها موطئ قدم في البلدان العربية والإسلامية، وللأسف أيضا تم رفض ذلك. وهناك بالمناسبة يعني نقطة إيجابية مهمة جدا، أن في الآونة الأخيرة كان أصبح هناك رفضا ومقاطعة للمنتجات التركية في البلدان الخليجية خاصة الإمارات والمملكة العربية السعودية. هذا ربما يعني كما يقال رب ضارة نافعة، بمعنى أن قطع هذه المنتجات التركية عن التواجد في الأسواق الخليج بالتبعية سوف يكون البديل هو المنتج المصري. خاصة كما نعلم أن الفترة الأخيرة أيضا في ظل ما يسمى بفيروس أو كوفيد 19 ما حدث منه، جاء بالمناسبة جاء بالإيجاب على الاقتصاد المصري، بمعنى أننا وجدنا أن العديد من المنتجات المصرية أصبح لها مرتبة عالية بالضبط بشكل يعني كبير جدا. أصبح بالمناسبة البرتقال المصري هو المنتج أو مصر أصبحت صحيح. الدولة رقم واحد في على مستوى العالم في تصدير وتخطى كاليفورنيا وتخطى أسبانيا كانت لها باع طويل في هذا المجال. العديد من المنتجات ليس فقط البرتقال وإنما منتجات عديدة. هنا يمكن نحن عايزين بس نلفت الأنظار إلى أن تركيا سنة 2018 يا فندم صدرت كمية كبيرة أو كانت بتصدر كمية كبيرة جدا من الطماطم الطازجة لروسيا. وبهذا الشكل وبهذا النمط، وزي ما حضرتك قلت ان تركيا الان لها انشغالات داخليه ولها لازم ان تنتهز مصر هذا الامر وتبدا بالفعل انها يكون لدينا هذا بقى الصفق وهذا التخطي. اعتقد ان يعني الوضع الاقتصادي كان على طاوله او اهم بنود الاتفاقية أو المحادثات تلك التي تمت ما بين الرئيس المصري وولي العهد أبو ظبي. أعتقد المشروعات الاقتصادية في الفترة القادمة كما قلنا ما يحدث من أزمة كوفيد 19 سينعكس بالإيجاب، لأن هذه الدول إذا ما حدث هناك سمت ركود اقتصادي الجميع يشير إلى أن لأن مصر من الدول الواعدة اقتصاديا، الاقتصاد المصري من أعلى الاقتصادات الآن في التحسن الاقتصادي، مؤشرات إيجابية كثيرة بالنسبة لمصر، فنحن أولى بهذه الاستثمارات من أن تذهب إلى أماكن أخرى كتركيا أو الأسواق الأوروبية. أعتقد أن المستثمرون العرب والخليجيون يعون ذلك جيدا، وأعتقد أن سمت الجميع يتحدث عن أن قرابة شهرين أو ثلاثة بالأكثر يعني ربما مع نهاية مارس سوف تنتهي تماما هذه الأزمة ونبدأ عهدا جديدا من خلال مزيد من الاستثمارات خاصة العربية منه. نعم دكتور إمام، يمكن كان الجزء الثاني من سؤال لحضرتك هو مدى استفادة مصر من وجود الإمارات في هذا المنتدى، منتدى شرق المتوسط كمراقب، الاستفادة المباشرة لمصر كيف ستستغل هذا الموقع الإماراتي؟ يعني ستستغل ان كما ذكرنا سيوقف الوجود الاماراتي كمراقب، سوف يكون شاهدا على التجاوزات التركيه، وبالتالي سيكون هل ده سيعزز موقف مصر انها تكون مركزا اقليميا قويا للطاقه والغاز في هذه المنطقه؟ بالفعل خاصه كما نعلم ان هناك سمت يعني تعاون مصري مع اهم البلدين الموجودين في هذه المنطقه شرق المتوسط وهي
تركيا معذرة اليونان وقبرص، وهو ما أثار حفيظة تركيا بالمناسبة مرات عديدة من الاتفاقات التي طالما كانت اتفاقيات ثلاثية ما بين مصر وقبرص واليونان. فأعتقد أن هذا سيتبعه العديد من اكتشافات النفط الموجودة والغاز تحديدا الموجودة، خاصة كما نعلم أيضا أن مصر الآن في مجال هي أصبح هناك اكتفاء ذاتيا في عدد من المشروعات وبالتالي تقوم بتصديرها. نحن نتحدث تحديدا عن الكهرباء على سبيل المثال، مصر الآن تقوم بتصدير الكهرباء إلى عدد من الدول كالمملكة العربية السعودية، وهناك ما يسمى بالربط الكهرباء بين مصر والأردن. نعم بالضبط، يعني صحيح. عندما يكون هناك تكثيف للكهرباء في الفترة الصباحية يحدث هناك ركودا في الفترة المسائية وهكذا، وبالتالي هذا يحدث. يعني أنا أعتقد أن الفترة القادمة يعني إن شاء الله سوف تشهد مزيد من الخيرات لمصر، سواء كما نقول من خلال تصدير المشروعات الكهرباء، من خلال تصدير المشروعات هذه الشركات العملاقة المصرية التي عملت في الأنفاق لمنطقة قناة السويس والعديد من الكباري. الآن يتم تصدير هذه الشركات للعمل في بلدان عديدة مثل إفريقيا، هناك بالمناسبة سدا كبيرا في إحدى البلدان الإفريقية تقوم به دولة الشركات المصرية بأرقام كبيرة جدا، وبالتالي أعتقد أن ذلك سيأتي بالإيجاب. وأعتقد أيضا كما يعني في مجال حديثنا على العلاقات المصرية الإماراتية، سوف تشهد المرحلة القادمة مزيدا من ضخ الأموال ومزيدا من ضخ الاستثمارات من جانب الإماراتيين في مصر. نعم. طب سؤال أخير في هذا الملف علشان نقفله بقى خالص، إمتى بواقع خبرة حضرتك وتوقعات حضرتك، إمتى نقدر نقول أنه سد الباب تماما أمام الأطماع التركية في منطقة شرق المتوسط يا فندم؟ لما إجراء إيه اللي يحصل؟ أم هذه الإجراءات هي كافية الآن؟ حضرتك شايفة أنه هو الأمر الآن هو بهذا الشكل أعتقد كافي لغلق الأبواب تماما؟ أعتقد أن كما ذكرنا قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت مؤخرا الخميس والجمعة الماضيين كان لها من قرارات قوية، خاصة بالمناسبة أن القرارات لم تكن ضد تركيا فقط، وإنما تلك يعني تحديدا كانت هناك عقوبات على الشركات التركية التي تقوم بالتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط. نعم. فأعتقد الآن هناك العديد من الجبهات التي قامت تركيا بفتحها، فهي تحاول الآن أن تغلق هذه الملفات. كما ذكرنا هي دولة يعني هناك نوع من التخبط في السياسة التركية، هي فتحت مجالا في دولة بعيدة كليبيا، في سوريا، في أذربيجان بالمناسبة. الرجل حاول أن يعني كلمة حق كما يقال يراد بها باطل عندما قام بتحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد. نعم. فهي محاولة لدغدغة شعور أو المسلمين ومحاولة استعطاف المسلمين له، ولكن في النهاية تبقى المصلحة. الدول الأوروبية نفسها تعي يعني ما تقوم به تركيا من أطماع، فمسألة التوقيت هي خلاص يعني هي يعني قاب قوسين أو أدنى، فترة بسيطة وسوف يعني تقوم تركيا بلملمة نفسها كما يقال. دكتور إمام، تركيا تشكل انزعاجا للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وأيضا من الدول التي تشكل يعني نمطا آخر من الانزعاج قطر، ولكن نجد الآن أن هناك محاولة لتهدئة الأوضاع ومد يد المصالحة. هذه مبادرة من الكويت، كيف تراها؟ ومن المؤيد من القطر العربي ومن الممانع؟ والكرة ممكن أنها تبقى في سلة مين؟ يعني نحن نعلم أن الدول التي تقاطع تركيا هي دول أربع، مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين. نعم. وإلى حد ما هناك سمت نقطة إيجابية أن دولة كما أشرت حضرتك بالتفضل بالإشارة إلى أن الكويت تحاول أن تحدث نوع من التقارب. أعتقد أن هناك سمت مؤشرات إيجابية الآن، في خاصة عندما يعني كما طالما ذكرنا أن قطر ليست دولة وإنما هي قناة تلفزيونية، هذه القناة دون ذكر اسمها الآن تحاول أن تقوم بنوع من التخفيف وطئة المهاجمة لبعض دول البلدان العربية. اشترطت البلدان الأربع على
قطر أن تقوم بنوع من كي يحدث مصالحة، أن تقوم بعدد من يعني أن تبدي حسن النية، تبدي حسن النية تحديدا من خلال ألا تقوم بتهديد جيرانها، ألا تقوم بمؤازرة الفصائل السياسية المعارضة تحديدا كما في مصر مثلا من جماعات الإخوان المسلمين والجماعات الإسلام السياسي، هي أيضا تقوم بمساندة بعض المعارضين في المملكة العربية السعودية. إذا قامت يعني الآن الكرة في ملعب الإمارات وفي يد معذرة في ملعب قطر وفي يد قطر، إذا وأعتقد أنها مسألة وقت وهي بالفعل سوف يتم وهناك مؤشرات إيجابية على ذلك في القريب العاجل، أن ترضخ قطر لهذه ليست الشروط وإنما لما تطلبه هذه البلدان الأربع، إذا ما تم ذلك أعتقد أن سوف يكون هناك عودة، لأن ده هو محور الخلاف بالفعل. فإذا أزلنا أسباب الخلاف ممكن أن تعود المصالحة مرة أخرى بالفعل. طب بالفعل. هل هي قطر لديها تفهمات لهذا الأمر؟ شايف حضرتك أن كما ذكرت الأمور تسير إلى الإيجابية؟ كما ذكرت وقلت حضرتك أن هناك جوانب إيجابية من خلال قناة الجزيرة في قطر الآن، نقدر أن احنا نحسبها جوانب إيجابية فعليا يا دكتور؟ بالفعل نعم. بالفعل. فهي مسألة وقت أعتقد الأمور هذا بالمناسبة المقاطعة لهذه البلدان الأربع الآن نحن نتحدث عن قرابة 4 سنوات، هي تمت في 5 يونيو بالمناسبة أيضا. نعم. يعني تاريخ لا يمكن أن ننساه 5 يونيو عام 2017 وبعدها بالمناسبة بفترة بسيطة قامت المملكة الأردنية الهاشمية بطرد أو وقف نشاط هذه القناة من المملكة الأردنية الهاشمية. أعتقد الآن الأمور بعد السنوات الأربع بعد الحصار الذي حدث على قطر هي بالفعل عانت معاناة شديدة منه، وبالتالي تعي جيدا أنها لابد أن تستجيب لمطالب، لا نقول شروطا، هي ليس لمطالب البلدان العربية الأربع. أعتقد بس هذه المطالب بهذا الشكل دكتور إمام هو يعني نمط موسع لم يتم تحديد إجراء معين، يعني أن تكف قطر عن التدخل في المنطقة وإحداث البلبلة وما إلى ذلك، لكن هذا يمكن يكون شرط مطاط إلى حد ما. لا هي إذا ما وصلنا إلى هذا هي أخف الضررين كما يقال، بمعنى إذا خيرت قطر ما بين أن تعود للبلدان العربية أو أن تستغني أو ألا تمد يد العون للمعارضين في عدد من البلدان العربية، أعتقد في هذه الحالة سوف تعود إلى علاقات جيدة مع بلدان الوطن العربي. موقف مصر من التدخلات الخارجية واضح وثابت، موقف الإمارات بقى يا فندم من هذه التدخلات كيف يتطابق وإلى أي حد يتطابق مع الموقف المصري؟ هناك تطابق، أدل على ذلك تلك المناورات التي تحدث كثيرا ما بين مصر والإمارات، مناورات عسكرية مشتركة، يعني هي رسالة بالمناسبة غير مباشرة لتلك القوى الموجودة في منطقة الخليج خاصة تركيا وإيران، أننا بالفعل موجودون، وأن مصر كما طالما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأمن العربي هو أمن جزء لا يتجزأ منه أمن الخليج. نعم. وهذه جزء مهمة جدا، وأعتقد أن الرسالة وصلت بالفعل من خلال تلك المناورات العسكرية التي طالما حدثت ما بين تحديدا الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية، كانت رسالة واضحة. نعم. طيب دكتور إمام، يمكن آخر حاجة تبادل يعني المنفعة بين البلدين، ويمكن واضح ده من خلال يعني اللقاحات المصري دلوقتي، يمكن كمان وزيرة الصحة كانت موجودة النهاردة في الإمارات ل يعني الشحنات يعني استجلاب هذه الشحنات من لقاحات فيروس كورونا واللي هي جاية من الصين، فعلى ما أعتقد أن ده أيضا ملف لازم نتوقف عنده يعني قليلا شوية. نعم، يعني كانت مبادرة مهمة جدا ومبادرة إيجابية من جانب الإمارات العربية الشقيقة، كما ذكرنا أن اللقاح سينوفارم هذا اللقاح الصيني، مصر بالمناسبة دائما ما تسير كما طالما ذكرنا أنها لا تضع البيضة كله في سلة واحدة، وهذه رؤية استراتيجية هامة لمصر وللرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلال تنوع مصادر السلاح في مجال الأسلحة أيضا في مجال اللقاح
لهذا الفيروس اللعين. مصر لا تقف فقط عند اللقاح الأوروبي أسترازينيكا أو اللقاح الأمريكي لفايزر، وإنما سينوفارم الصيني أيضا. وكانت هناك يعني نقطة إيجابية تحمد وتضاف للموقف الإماراتي الجيد، بأن الإمارات كانت الدولة التي توسطت في أول جرعة، جاءت قرابة 50,000 لقاح من الصين إلى مصر، جاءت عن طريق الإمارات. هذه أول الغيث قطرة، هذه كبداية سيتبعها خطوات أخرى. نحن نسمن ما قامت به الإمارات، وكما ذكرتي أن وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد الآن موجودة في الإمارات للمشاورة مع النظير الإماراتي. هذا التعاون كما قيل أن مصر لن تكتفي فقط بأن تستورد اللقاح، وربما مصر هي الدولة المركزية في المنطقة العربية وهذه القارة الإفريقية، ربما يتمخض عن ذلك أيضا تنسيقا مصريا إماراتيا من أجل تصنيع أو أخذ نوع من الوكالة لهذه المراكز العالمية التي تصنع اللقاح، لأن تقوم مصر بتصديره من أجل إحداث اكتفاء ذاتيا ليس فقط لمصر وإنما ربما للمنطقة العربية وللقارة السمراء الإفريقية. نعم إن شاء الله. دكتور إمام، يعني حضرتك تحدثت في كل الأطر اللي احنا كنا عايزينها، ويا رب إن شاء الله يكون ما غابش عننا سؤال كان محتاجه أو كان محتاج يسأله طيب المشاهد الكريم. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. دكتور إمام غريب، الباحث السياسي وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، انتظرونا إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير، هنتكلم عن ضوابط امتحانات الثانوية العامة بعد تعديلات قانون التعليم. طبعا ده من الأمور المهمة جدا احنا لازم نتكلم فيها، والنهاردة كمان بالذات هيكون ضيفنا هو دكتور مجدي عبد البديع، أستاذ تكنولوجيا التعليم جامعة طنطا. انتظرونا مشاهدينا الكرام، احنا راجعين لحضراتكم على طول.